أهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام جديد، نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف المحلية والعربية والدولية، والبداية بعد الفاصل. البداية من صحيفة المدى ومقال حول الفساد في العراق، حيث يقول الكاتب فارس كمال نظمي: استنتجت منظمة الشفافية الدولية أن هذا البلد يعاني من فساد شامل وممتد في كل المؤسسات الحكومية، وعزت عوامل الفساد هذه إلى تركة النظام السابق، غياب الشفافية والمؤسسات الديمقراطية وهدر الثروات وخصائص الدولة الهشة، بنية حكومية ضعيفة والافتقار للبنى التحتية وللقيادات الكفوءة والطائفية والمحسوبية والزبائنية، والإدارة ضعيفة للقطاع العام وفوضى التشريعات، وغياب الرؤية الشاملة وفقدان الإرادة السياسية وضعف المجتمع المدني. ويضيف الكاتب أن ما يحدث اليوم في العراق من فساد تريليوني، أي اختلاس تريليونات الدنانير أو مليارات الدولارات علنيا وبالوثائق والأدلة المتضامنة دون رد فعل مجتمعي المضاد، بل وخدر وفتور واكتئاب جماعي، إنما يستدعي البحث في سيكولوجيا المسروقين أيضا. إن المنظومة الحاكمة في العراق تم تشييدها وفق مبدأ أساسي هو الإفلات من العقاب، إذ يتواطأ الجميع فيها مع الجميع لحماية القتلة وسراق المال العام وأمراء الدولة الرثة. فالعدالة ليست أكثر من إجراءات ورقية شكلية لا قيمة موضوعية لها، تنتهي بعد كل تحقيق إلى نهايات سائبة ومنسية. لكن ما أود إضافته هو إلى أي حد يمكن القول إن فئات واسعة من المجتمع المسروق باتت متهمة أيضاً بالتواطؤ ضمنياً أو التخاذل بما يسهم في إفلات المنظومة من العقاب؟ ففي الوقت الذي تقوم فيه فئات مجتمعية بممارسة الاحتجاج بكل أنواعه منذ سنوات في العراق ضد الفساد وسياسات الهوية أي المحاصصة، ومنها الاحتجاج الثوري المستميت، فإن هناك فئات أساسية أخرى تمارس الإنكار والتجاهل والعدمية والاختباء النفسية والاستهزاء السياسي العاجز، وتنتظر حلولاً قدرية تصنعها قوى أخرى بديلة عنها. وقد وصل الأمر اليوم أن يطل فاسدون برؤوسهم وأسمائهم علناً بلا أي مواربة من على شاشات التلفاز بأريحية عالية لإنكار أو تبرير اختفاء مئات التريليونات الدنانير على أيديهم بما ملايين المواطنين يشاهدونهم بصمت. ونبقى في ملف الفساد في العراق، حيث نقرأ مقالاً للكاتب ياسخ ضيل البياتي في صحيفة إلاف، جاء فيه: لا تخدعكم سرقة عدة مليارات من دوائر الضرائب والجمارك، فهي بخشيش لموظف صغير فتح للكبار أبواب الرزق الحرام لهم ولعائلاتهم وشركاتهم. لا تنخدعوا بما يجري، فهي مجرد رسائل تهديد وتصفية حسابات بين عصابات آل كابول العراقية. اطمئنوا، فالكل لا يجرؤ أن يفضح زميله السارق، لأن الكل ينام على وسائد المليارات ومعه ملفات فساد الأخوة. ويضيف الكاتب: ينام الشعب سعيداً ومسروراً وهو يسمع بدخول المليارات من الدولارات إلى خزائن دولته بسبب فائض النفط وارتفاعه، لكنه يستيقظ ليسمع خبراً عاجلاً بأن أمواله شفطت من اللصوص المجهولة، بلد يغرق بالنفط ومواطنوه يغرقون بالفقر. في العراق أصبح الفساد ثقافة متأصلة وقانوناً طبيعياً منظماً لآليات الحكم واستمراره، حيث توسعت خريطته الأفقية والعمودية. صرنا اليوم نتحدث عن الموظف الفاسد الذي ينجز المعاملات الإدارية لقاء رشوة وعينه على اللص الكبير، ونتحدث أيضاً عن فساد عمومي يقوم به كبار المسؤولين الذين يصنعون قوانين التحايل على النظام القضائي ويبتكرون العقود الوهمية على الورق مع شركات العائلة والأقارب المدعومة بمافيات سلاح الميليشيات والدولة العميقة. صار العراقي يحلم بأنه سيعيش في دبي وسويسرا لكثرة المشاريع التي يسمع عنها، لكنه يستيقظ فجأة على وهم الأحلام، ما زال يعيش في نار العيش مع الأنقاض والمزابل.
وبيته يلفه الظلام الدامس دون أن يجد الدولة بقربه. بلد خربان وفرهود لأنه لم يعد بلداً تسمع فيه صوت القانون عالية، ولا تحترم قراراته وقوانينه، ولا سيادته مصانة بالفاعل، ولا صالحاً للعيش والتباهي. لم يعد سوى اسم في خرائط الجغرافيا ومنكوب بوصف التقارير الدولية. الأسوأ معيشة والأكثر فساداً والأخطر مكاناً والآخر في ترتيب الأوطان. لا تتوفر معطيات إحصائية كافية تتيح الجزم بأن أي رئيس حكومة مكلف قبل محمد الشياع السوداني تسلم التكليف على وقع أصداء فساد صاخبة مثل سرقة 2.5 مليار دولار أمريكي من قبل مؤسسة حكومية وعبر أمانات ضريبية مودعة في مصرف حكومي. يقول الكاتب: هي علامة فارقة يتوجب أن تطبع السوداني بصفة شخصية أولاً، وأن تنتقل مباشرة إلى وزرائه أيا كانت مواقعهم وصلات حقائبهم بالشكل الأخير من اللصوصية الصريحة الفاضحة والمليارية الفاقعة المؤشرة إلى اللصوص الكبار المتنفذين قبل وكلائهم الصغار المنفذين، خاصة وأن السوداني الآتي على رأس حكومة ليس مكبلاً شخصياً بقيود بعض كبار اللصوص ممن اقترحوه أصيلاً أو أصلاً ونصبوه فحسب، بل تثقل تاريخه الشخصي ملفات اعوجاج. ويضيف الكاتب: وكي لا يظلم السوداني فيقبع شبه وحيد في دائرة الفساد والإفساد، ثمة أهوال وخضائع ارتكبت في عهود رؤساء حكومات العراق تحت الاحتلال الأمريكي وبعده. مئات المليارات من ثروات العراق نهبت أو أهدرت منذ الاجتياح الأمريكي، وعلى مدار الحكومات العراقية التي نصبها الاحتلال واستأنفتها القوى والأحزاب المذهبية فلم تذهب إلى إنماء الشعب العراقي أو تطوير الديمقراطية أو بناء المشافي والمدارس ورياض الأطفال والجامعات، بل تناهبتها الشركات الأمريكية الكبرى، وأنفقها الساسة العراقيون الفاسدون على شراء الذمم وتوزيع الهبات والأعطيات على الميليشيات والأزلام والموالين. وكانت البي بي سي قد أجرت تحقيقاً مثيراً حول اختفاء مبلغ 11 ملياراً و300 مليون دولار قبيل ساعات معدودة سبقت مغادرة الحاكم المدني الأمريكي بول بريمر العراق نهائياً. وأشارت تقارير صحفية إلى أن المبلغ طار بالمعنى الحرفي للكلمة وعلى ظهر حوامة عسكرية إلى جهة مجهولة في كردستان العراق قبل أن يسافر من جديد إلى بنك مغمور في سويسرا، كما رجحت صحيفة فاينانشال تايمز آنذاك. ميادين الفساد والهدر والنهب عديدة في العراق، لكن قطعاً محدداً هو عائدات النفط يظل زاخراً بأسئلة وعلامات استفهام. من هذا الطراز على سبيل الأمثلة فقط: أين تذهب مئات المليارات؟ ما قيمتها فعلياً؟ من يتحكم بوضع اليد عليها والتحكم بصرفها؟ ثم السؤال الأهم: هل ومتى سوف توضع في خدمة العراقيين؟ نشرت صحيفة التلغراف البريطانية تحليلاً أعده الضابط السابق بالجيش البريطاني ريتشارد كين بعنوان: بوتين يجد سلاحاً جديداً للدمار الشامل. وأشار الكاتب إلى أنه من غير المرجح أن يتراجع الجنرال سيرغي سوروفكين شويغو، وهو القائد الأعلى الجديد للقوات الروسية في أوكرانيا، عن قتل الآلاف من الأشخاص والتسبب في أضرار بيئية لا توصف عن طريق تفجير سد لتوليد الطاقة الكهرومائية، إذا كان يعتقد أن ذلك سيؤمن لجيشه تقدماً عسكرياً. وذكر كين بتحذير الرئيس الأوكراني زيلينسكي أن هذا هو بالضبط ما يفكر به سوروفكين لمواجهة اختراق أوكراني محتمل يهدد بهزيمة روسيا حول منطقة خيرسون التي تحمل مفتاح الدفاع عن القرب. إذا حققت القوات الأوكرانية خرقاً هناك فسيكون أحد الخيارات لدى الروس هو تفجير سد محطة كاخوفكا لتوليد الطاقة الكهرومائية وإغراق مناطق شاسعة على طول نهر دنيبرو لإبطاء التقدم. ونقل كيمب عن زيلينسكي قوله: إن القوات الروسية عدت خطة هدم السد من خلال زرع عبوات ناسفة قوية، ويحتوي سد كاخوفكا على أكثر من 18 مليون متر مكعب من المياه،
وإذا تم تدمير كاخوفكا فسوف تندفع كمية من المياه ستبتلع بالكامل 80 بلدة وقرية على طول نهر دنيبرو، بما في ذلك مدينة خيرسون التي كان عدد سكانها قبل الحرب 284 ألف نسمة، مما يؤدي إلى إغراق الآلاف وخلق طوفان من اللاجئين وحرمان جنوب أوكرانيا بالكامل من أراضيها. وعد كيمب أن ذلك سيمنع أيضاً إمدادات المياه وسيوقف مياه التبريد بشكل خطير عن محطة زاباروجيا النووية، ويتسبب في انقطاع شديد في التيار الكهربائي لمئات الآلاف من الناس. إذا تم تدمير سد كاخوفكا فلن تكون نتائج ذلك أقل من استخدام سلاح دمار شامل. لا يمكن أن الاقتصاد العالمي والأمن والسلم العالمي يتحقق بحالة من الاضطراب في القرن الأفريقي. أين موقع العرب في ظل هذا التدافع الدولي والإيراني نحو القرن الأفريقي؟ إيران تعيش حالة من العزلة السياسية والعزلة الفكرية في إقليمها وعلى مستوى العالم. إذا لم يتحرك الأمن العربي بشكل جاد ويوحد من استراتيجيته، فإن تداعيات التحرك الإيراني يشكل خطراً على هذا الأمن. رئيس مجلس الشورى في رابطة علماء إريتريا الدكتور جلال الدين محمد صالح في لقاء خاص يأتيكم في الأوقات الآتية. نشرت صحيفة نيويورك تايمز مقالا للمعلق البريطاني بيتر أوربوند، تحدث خلاله عن التطورات السياسية في لندن بعد استقالة رئيسة الوزراء ليز تراس. وقال الكاتب أن بريطانيا أصبحت أضحكة العالم، وليس هذا خطأ ليز تراس وحدها. وأضاف: حتى وقت قريب كان حزب المحافظين قادرا على الزعم وبقدر كبير من المصداقية أنه أنجح حزب سياسي في العالم الغربي، ورأى أن الحزب لم يعد كما كان لأنه أصبح قرين الفوضى. وعلى ليز تراس رئيسة الوزراء الأخيرة التي انهارت واحترقت تحمل حصتها من المسؤولية، معتبرا أن هناك أسبابا منطقية لإجبارها على التنحي بعد 44 يوماً من توليها الوزارة، وهي أقصر مدة في التاريخ. الحقيقة الكبرى هي أن تراس العاجزة هي عرض وليس السبب لأزمة الحكم المزمنة في بريطانيا التي جعلت البلد المحترم عالمياً مسخرة العالم. حزب المحافظين اختار ليز تراس للزعامة مع أنها لم تكن مهيئة للوظيفة، ولم تكن بحاجة لنبوءات نوستردام لكي تعرف أنها ستفشل. وعلى حزب المحافظين تحمل المسؤولية وبشكل جماعي عن مهزلة رئاسته للحكومة والكارثة التي جلبتها على البلد. وبالنسبة لحزب المحافظين فرئيسا وزراء في 3 أشهر يعبر عن شيء أكبر من الإهمال، بل وإن الحزب بات خارج السيطرة فالحكومة لديها رابع وزير مالية هذا العام، واحد منهم هو كواسي كوارتينغ، سحق قيمة الجنيه ودمر سمعة بريطانيا في الإدارة المالية الجديدة. ومثل الحزب الجمهوري في الولايات المتحدة أصبح المحافظون البريطانيون منفصمين عن الواقع، وفي جيل واحد تحولوا إلى حزب الأيديولوجيين المجانين والعاجزين. وربما استطاع الحزب بعد عقد أو عقدين تجاوز المرحلة الحالية، وعلينا ألا نستبعد إمكانية نهايته وللأبد. من أوراق الصحف نذهب إلى صور الكاريكاتير.
تمكن التلسكوب ويب من رصد أعمدة الخلق، وهي عبارة عن غيوم باردة كثيفة من غاز الهيدروجين والغبار. التلسكوب الفضائي الجديد جيمس ويب استطاع زيارة واحدة من أجمل المشاهد في الكون مرة أخرى، وبدأ ما التقطه وكأنها لوحة كلاسيكية. يستطيع التلسكوب ويب الذي يحتوي على أجهزة كشف الأشعة تحت الحمراء، يستطيع الرؤية عبر الكثير من تأثيرات تشتيت الضوء، الغبار والأعمدة لفحص نشاط النجوم الشمسية المولودة حديثاً. قال البروفيسور مارك ماكوغرين كبير مستشاري العلوم في وكالة الفضاء الأوروبية لبي بي سي: لقد كنت أدرس سليب مصري منذ منتصف التسعينيات، محاولاً أن أرى داخل الأعمدة الطويلة التي تمتد لسنوات ضوئية، وهي التي أظهرها تلسكوب هابل بحثاً عن النجوم الشابة بداخلها. وأضاف: كنت أعرف دائماً أنه عندما يلتقط جيمس ويب صوراً للسديم ستكون مذهلة، وهي بالفعل كذلك. تصر الطالبة الفلسطينية سناء سليمان البالغة من العمر 13 عاماً على تلقي تعليمها المدرسي وسط مخاوف من تعرضها لاعتداءات المستوطنين الإسرائيليين وهدم مدرستها بدعوى البناء دون ترخيص. وقال سناء طالبة بالصف التاسع في مدرسة رأس التين المهددة بالهدم شرق رام الله: من حق التعليم كأي بنت في العالم وكما كل إنسان. عبرت الطالبة عن مخاوفها من هدم المدرسة، وقالت إنها تخشى أن تصحو ولا تجد مدرستها. ومدرسة رأس التين مشيدة من الصفيح ويدعمها الاتحاد الأوروبي، لكن لا يوجد ما يشير إلى أنها مدرسة سوى راية على سارية قصيرة. وفي فبراير شباط الماضي قالت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية أن السلطات الإسرائيلية أخطرت المدرسة بالهدم بدعوى البناء بدون ترخيص. والآن مشاهدينا دعونا نتابع فيديو اليوم والذي اخترناه لكم من مواقع الصحف. يعني ماكو أكسجين، ماكو حياة. الشجرة تأخذ ثاني أكسيد الكربون تعطيك أكسجين من قدرة الله. من ماكو شجرة يعني ماكو طيور، من ماكو طيور يعني ماكو عش بطير، من ماكو طير يعني ماكو حيوان يجي ياكل هاي الشجره. تصير عندنا فقر عام بالتصحر، بالحياه، بالطيور. قبل العصافير تشوفيها بالشارع، مش هسه ماكو. كل اسبوع ازرع هالقاص مع الله، فما اقدر اعدلك اياها. بس الناس اللي تشوفه تلاحظني انا يوميا ازقي الاشجار مالتي، ما اعوف العطشانات، فلذلك الله دا يبارك بيه. أراضي هواي أخذوها كانت هي مزارع، تحولت إلى بنايات، والشجرة راحت ماتت بعد ماكو شجرة بديلة، تبقى الأبنية هي سيدة الموقف والمولات وغيرها. انتهت حلقة صدى الأقلام لهذا اليوم. نشكر لكم طيب المتابعة وإلى اللقاء.